الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا في الأمس مع قصة الدجال، وذكرنا بعض صفات الدجال، وذكرنا بأن هذه أعظم فتنة ستصاب بها البشرية، فتنة عظيمة جدا، ولن ينجو من هذه الفتنة إلا بعض الأشخاص. مميزات هؤلاء الأشخاص: أولا، بدك تنجو من هذه الفتنة لازم تكون جاهز مشان تنجو منها، وفيش فتنة صعبة، يعني فيش فتنة فوق طاقة الإنسان. الله عز وجل حاشاه سبحانه وتعالى أن يكلف نفسا فوق وسعها، وإنما الله عز وجل قال: لن يكلف الله نفسا إلا وسعها. الوسع هو بذل الجهد، يعني ربنا يكلف الإنسان الشيء اللي لو بذل جهده فيه رح يقدر له. يكلف الوسع، بكلفك على ما تطيق أنت، مش على ما تحدده من نفسك. يعني ممكن إنسان ينظر إلى نفسه نظرة عجز، ينظر إلى نفسه بأنه عاجز عن مثلا القيام الليل، عاجز عن أداء الصلوات في جماعة، عاجز عن حفظ القرآن، عاجز عن مثلا صدق الحديث دائما. في كثير من الأمور اللي ممكن أنت تظن نفسك عاجز عنها، ولكن رب العالمين لما شرعها وأوجبها وفرضها أو استحبها سبحانه وتعالى، فلم يفعل ذلك، لم يشرع ذلك إلا وهو يعلم، وهو أعلم منا بأنفسنا، وهو يعلم أننا قادرون على تطبيق هذه الشريعة. يعني الدين يستطيع كل إنسان منا تطبيقه، فيش إنسان عاجز إلا المكره. المكره هو اللي أصيب بعجز، يعني بطبيعة رب العالمين، زي المجنون مثلا، ربنا عز وجل ابتلاه بالجنون. ففيش إنسان عاجز وهو معه القدرة. الإسلام يتكيف مع الجميع، أو يستطيع الجميع التكيف مع الإسلام، هذا التعبير الصحيح، كل إنسان بيقدر يتكيف مع الإسلام. فالله عز وجل أعطانا شرائع، هذه الشرائع يعني في زي ما تقول درجات، زي ما يقول الواجب عليك انك تعمله واجب عيني، على الكل يعمله. كأن الله عز وجل بيقول، الله عز وجل بكل البشرية شايفين الواجبات العينية اللي وجبتها على جميع البشر، هذا هو المستوى الأول تبع الإسلام. إذا ربنا أمرك بعدها بأمور مستحبة، هذا المستوى الأعلى، مستوى أعلى. فإذا ربنا قال إنه هذا واجب، مستحيل إن يكون هذا الواجب يعني يضعف عنه البشر، وإلا لكلف الله الناس بما لا يطيقون، وهذا لا يتماشى ولا يليق بصفات الله عز وجل العظيم الكريم. ولهذا فتنة الدجال مهما عظمنا من أمرها، نحن لا نعظم من أمرها عشان أقول لك أنت عاجز عن النجاة منها، وإنما نعظم من أمرها لنقول لك: شايف هذه؟ إذا فهمت مفاتيح هذه الفتنة، أي فتنة ثانية غيرها بيكون بإمكانك من باب أولى إنك تنجو منها، لأنه من أعظم الفتن زي ما قلنا. فالنجاة من ما هو أدنى منها أولى بالنسبة لطاقة الإنسان وقدرته. إذن مين اللي ممكن ينجو من فتنة الدجال؟ أولا المخلصون. المخلص أول صفة لازم تكون فيك، إنك تكون مخلص لله عز وجل، صادق مع الله، صادق في التوجه إلى الله، صادق في الاستعانة بالله، يعني مؤمن بأن الله عز وجل سيعينك، وأن الله عز وجل هو القوي العزيز، وأنه الذي يمد عباده بالصبر، والذي يمدهم بالقوة. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا تحول، لا حول يعني لا تحول، لن تتحول من المعصية إلى الطاعة، ولن تتحول من الفتنة إلى الاستقامة، ولن تتحول من الكفر إلى الإسلام إلا بالله عز وجل. فلا حول ولا قوة إلا بالله عز وجل. من صدق في ذلك أعانه الله عز وجل على النجاة من أي فتنة، حتى لو كانت أعظم فتنة وهي فتنة الدجال. ثم هناك سبب آخر للنجاة من فتنة الدجال، وهي الاعتصام بالسنة. الأولى قلنا صدق التوكل على الله، اللي هي أساسا معناها لا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فمعناها لا إله إلا الله. القسم الآخر من النجاة من الفتنة الاعتصام بالسنة، الاعتصام بمحمد رسول الله، اللي هي الركن الثاني من أركان الإسلام، ركن الشهادة الثاني. لأنه لن تتم معرفتك ولن يتم نجاتك من الدجال إلا إذا اعتصمت بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. اقرأ القرآن من أول آخر، ليس فيه ذكر واضح للدجال، كل المذكور عن الدجال في السنة بس، الأحاديث الصحيحة، وفي منها أحاديث يعني زي ما تقول تواتر معنوي، يعني كثرت الأحاديث التي تتحدث عن الدجال. وكما مر معنا قبل يعني الأمس، إنه الله النبي عليه الصلاة والسلام وصف هذا الدجال، وأخبر بأنه ما من نبي إلا وحذر أمته من الدجال. فالذي يشكك بالسنة وينكر السنة، أول ناس من هسه يجهز حاله، أول إنسان رح يقع ضحية فتنة الدجال.
لأنه مش مذكور الدجال في القرآن، يقول لك أنا بيني وبينك كتاب الله وخلص هذا اللي بيني وبينك، مع أن الله عز وجل أمرنا في القرآن باتباع السنة، وبين في القرآن أن هناك وحي آخر غير القرآن، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، وقال لزوجاته النبي عليه الصلاة والسلام واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، آيات الله القرآن والحكمة هي حكمة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. فمنكر الأحاديث النبوية ومنكر القرآن، فلا لا لا يعني لا يمكن إنسان ينجو من فتنة الدجال إلا المعتصم بالسنة. طب تفصيل ذلك، صنعنا توكل، صنعنا اعتصام بالسنة، في هناك تفاصيل ذكرت بالسنة للنجاة من الدجال، منها حفظ وقراءة وفهم وتدبر أوائل سورة الكهف، أول 10 آيات أو أواخر، على روايتين أوائل أو أواخر. وفعلا اللي بتدبر المعاني المذكورة في الأوائل والأواخر بيعرف أنه في هناك رسائل داخل هذه الآيات تتحدث عن القدرة والرشد والاعتصام بالله واللجوء إلى الله والدعاء والزهد في الدنيا والرغبة في الآخر وفي الجنة، مذكور في العشر أوائل في العشر الأواخر. سبحان الله، تدبروها، والفرصة أنه ليل الجمعة تقدر تقرأ الكهف تدبرهن، وانت تقرأ فيهم وارجع للتفاسير، افتح التفاسير في الباحث القرآني، أبليكاسيا محطوطة أو تطبيق، خلينا نقول بالعربي، في الآيفون أو في السامسونج، تنزلها اسمها الباحث القرآني، حط رقم الآية أو جملة من الآية بيجيب لك كل التفاسير، بس بتشتغل على الانترنت يعني، أول ما تحط الآية يجيب لك كل التفسير، فارجع للتفسير وتدبر أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. من الميزة الأخرى من السنة، من الأمور اللي بتخلينا نعتصم بالسنة أكثر، التفاصيل المذكورة في السنة عن هذه القصة، كيف النجاة منها معروف، يعني أنت بتقرأ القصة تعرف أن الدجال مثلا أعور، الدجال أعور، كنا عنده عورين، عور أنه فيه له عين زيادي يعني بارزي وعين ممسوحة، فإذا رأيته بهذه الصفة وانت مصدق بالأحاديث، وانت مصدق بالأحاديث طوال بتعرف انه هذا صفة الرجل اللي أخبرك عنه النبي عليه الصلاة والسلام. أما اللي بده يقول لك الإيمان في القلب والإيمان مش في القلب، وإن الله ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ولا ينظر إلى أجسامكم، فبده ينطلي هذا الأمر يقول لك يعني، وإذا كان في عيب خلقي، كثير ناس زي هذاك اللي كان مشلول وعنده شلل كلي وبك ملحد نفس الوقت وكله قد اخترع، فهم بنضحك على الناس، بنضحك على شو اسمه هوكينج، شو اسمه نسيت اسمه، المهم ستيف هوكينج ايش ده مش غلطان، المهم ففي ناس يعني بقول لك يعني اذا كان في عور يعني هذا العيب من ربنا، هو يعني اختار هذا الامر صعب، لك مبررات بلاك مبررات، حتى لو كاره على جبينه كفره برضه راح يقول لك انه هذا عيب خلقي يعني مش مشكله، مهم القلب، الله بينظر الى القلوب. فاللي بده يعتصم بالسنه دي يفهم انه هذه الصفات مذكوره عن الدجال، عن اكذب انسان راح ينزل على الارض اللي هو الدجال. في من السنه اخبرنا بانه جنته نار والنار جني، واخبرنا انه راح يقتل بس انسان واحد، واخبرنا النبي عليه الصلاه والسلام بانه من صفات الله عز وجل أنه هو العظيم المتعال الذي يعني ليس كمثله شيء، لا يشبهه شيء. فتخيل يجي واحد لا يمشي إلا على حمار مثلا، قاعد حماره بطوف بين الناس، وفعلا هذه صفة الدجال أنه يصير بين الناس على حمارة. تخيل إله ويدعي الألوهية وهو ماشي على حمارة مثلا، أو إله ويدعي الألوهية وعنده عيب في عينيه مش عارف يصلحه، فكيف يعني تدعي الألوهية وأنت عاجز عن إصلاح عينيك؟ فمن يعرف صفات الله عز وجل ويعلم أنه هذا كذاب دجال لا ينطلي عليه هذا الأمر. وأخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أنه يتبعه الناس ويتبعه النساء، حتى أن الرجل يذهب إلى أهل بيته ويربط نساءه ربطا، يربطهن عشان ما يفتتنش فيه، لعله راح يبقى حامل شوي فكر نسوي فراح ينطلي على كثير من النساء فتنته. ومن كذا وكذلك من الأشياء اللي ممكن الإنسان يعتصم بها معرفة ما سيفعله عيسى، عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا، سيكون هو الحاكم ومقسط يعني عدل، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. شو الأعمال اللي يعملها؟ هو حاكم مقسط، رح يحكم بإيش؟ رح يحكم بأي دين؟ بالإسلام. فالناس اليوم مش عارفين يتقبلوا أحكام الإسلام، كيف حسب رأيك راح يتقبلوا حكم المهدي فضلا عن عيسى؟ يعني لو سجينا نقول تعال تنقيم شرع الله، أول ناس اللي مش متعودين على شرع الله، اللي مش متعودين على تطبيقه، هم الناس اللي راح يوقفوا بوجهك، مش راح يتقبلوا أحكام الدين لما يصير الواجب واجب على المزبوط
والزكاة واجبة على المظبوط مش على مزاج الإنسان، والحرام حرام وعليه عقوبة وعليه تعزير وعليه، والحدود عليها حدود، يعني الكبائر عليها حدود، زي قطع يد السارق وجلد الزاني غير المحصن ورجم الزاني المحصن، وكذلك جلد القاذف اللي بيتحدث عن النساء وأخو فلان وابن فلاني، صح ولا لا؟ فأنود يطيق، أنود يطيق إلا إذا كان إنسان مؤمن حق. فلا بد أن الناس نفسها تبقى جاهزة تستقبل حكم الدين قبل أن ينزل، قبل أن يبعث الله عز وجل أو يصلح الله المهدي، فضلا عن أنه ينزل عيسى حكما مقسطا. ثم شو بيجي يعمل؟ شو أفعاله؟ يكسر الصليب. شو يعني يكسر الصليب؟ يعني فيش إشي اسمه دين النصرانية بعد ذلك، فيش إشي اسمه مسلم سيحي، فيش اسمه التعايش بين الأديان، فيش إشي اسمه الديانة الإبراهيمية، يبقى الإسلام والإسلام فقط. فيؤمن به في ذاك الزمان بعض النصارى الصادقين اللي كانوا على الدين، عندهم صدق مع الله عز وجل، فربنا بهديهم وإن من أحد إلا ليؤمنن به قبل موته كما قال الله عز وجل في الكتاب في القرآن. ومنهم من سيكفر، ولكن وقتها يضع، يعني يكسر الصليب، يعني فيش مجال خلص للتعايش ما بين المسلم والمسيحي، فيش تعايش، يبقى دين دين الإسلام. شوفوا النعرة الطائفية، شوفوا اللي بيعرفش يتعايش، وين الإنسانية، وين؟ شوفوا نظرة الناس اليوم لكثير من أحكام الدين وللمشايخ برضو، اللي هي أنتوا تدعون إلى النعرة الطائفية، أنتوا عندكم تعصب للدين الإسلامي، أنتوا عندكم فيش تعايش بينكم بين المسلمين الآخر، يعني بين الناس اللي من ملة الأخرى، فيش عندكم التعددية الديمقراطية وغير ذلك. هذه الحجج راح يستعملوها في ذاك الزمان مع عيسى، راح يقولون انت جاي تعمل نعرات طائفية، انت جاي تكسر الصليب، وين التعايش وين الإنسانية؟ ولو النبي هانا ما كان عملش، وعمر عمل معاهدات مع ليه، بيصير يلاقوا لك حجج ومبررات. أما عيسى لما دي يجي يكسر الصليب دي يكسره بناء على إيش؟ بناء على أمرين، إنه الله يوحي له، وبناء على إنه النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا ذلك. يعني من الأدلة اللي راح يستدل فيها عيسى على فعله أيضا إنه النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بذلك، أخبر إنه راح يكسر الصليب ثم يقتل الخنزير. وين حقوق الحيوان والجماعة تبعين حقوق الحيوان؟ شوف عيسى، شوف الدجال بتقول عنه دجال بيجيب لكم أكل وشرب ومعه جني ومعه في تتبعه الكنوز واللحوم والخبز، وهذا جاي يقتل الخنازير وطلع الناس راح تتحدث بهذا الأسلوب، بأنه عيسى جاي بهذا النظرة، هي النظرة السلبية على المسلمين، النظرة السلبية على أي عمل إسلامي. الناس اللي في عندهم نفاق في الداخل في داخل القلوب راح يوقفوا ضد هذه المشاريع، ولكن هو سيفعل ما أمره الله عز وجل به وأمر به النبي عليه الصلاة والسلام، فيقتل الخنزير، يعني بيعملوا عملية إبادة لجميع الخنازير في الأرض. ثم يضع الجزية، هذه أشنعها شيء، يعني ضع الجزية. احنا بالأول كلنا نكسر الصليب، طيب ماشي بدكش إياهم صليب خلص كسرنا الصليب، بس برضو تقول يضع الجزية، يعني إذا أجا عيسى ومعه جيشه وده يفتح بلد غير مسلمي، بيبقى في قدامهم خيارين مش ثلاث، الآن في أمامهم ثلاث خيارات، إما الإسلام أو يدفعوا الجزية زي ضريبة، يعني ضريبة تحت إنهم تحت حكم إسلامي وحماية المسلمين، أو الحرب. يعني يا هاي عيسى رح يلغي هذا الشرط، قضية الجزية، لا، يا بتدخل في الإسلام يا حرب بس، خلص خلص آخر الزمان، هذا خلصت الحياة، بطل في هسه إمهال لغير المسلمين إنهم يظلهم عايشين في هذه الأرض، يا إسلام يا حرب. فيضع الجزية، يعني يضع هذا الحكم، يبطل يلغى هذا الشرع اللي اسمه شرع الجزية، شرع التعايش داخل حكم الإسلام، ويبقى بس إسلام. فبسبب هذه الأحكام يفيض المال ويعيش الناس في رخاء، يعيش عيسى بن مريم مع المسلمين 40 سنة، في بعض الروايات قال 40 سنة، 40 سنة يعني بيتجوز وبيخلف، إن شاء الله ربنا يحيينا لهذاك الزمان، فبيتجوز وبيخلف وبيعيش بين المسلمين ويعيشون في خير حياة، زي ما مر معنا في الحديث تبع امبارح إن الرمان الواحد يتكفي الجماعة من الناس والعصابة من الناس، بل حتى قطف العنب قالوا يكفي البلد، والحليب اللي في الجمال أو الغنم أو البقر يكفي البلد الكامل، وهذا من بركات آخر هذا الزمان، لأنه يحكم بهذا الزمان بشرع الله وفقط شرع الله. ثم تأتي الريح وتأخذ أرواح المؤمنين، فيعني فلا يبقى على الأرض إلا شرار الخلق، فلا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. غدا إن شاء الله راح نتحدث عن موضوع طلوع الشمس من مغربها والأحاديث الواردة فيها. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.